أكاديمية البحيرة. كلمة اليوم. صباح النور والسرور، أرحب بكم في رحاب مدرستنا العزيزة. يوم جديد نستقبله بإشراقة وصفاء داخلي، ونبعث لكم بأمنياتنا لجميع التلاميذ بالتوفيق في الامتحان. يعتبر 29 نوفمبر من كل سنة اليوم العالمي للتضامن مع شعب الفلسطيني، كما أن في مثل هذا اليوم من سنة 1877 عرف توماس إديسون الفونوغراف لأول مرة. ونمر إلى حكمة اليوم مع زهرتنا. يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. في النهاية لا يسعنا إلا تقديم التحية لكم جميعا، ونتمنى لكم التوفيق.